أهلا بكم يا أصدقائي، النهاردة هنتكلم عن التوقعات الفلكية لواحد من الأبراج الذكية جدا جدا واللي عندها أساليب كتيرة قوي في التفكير، وهو برج العذراء الترابي. هنتكلم عن التوقعات الفلكية لشهر نوفمبر 11 2019، ولكن في البداية خلينا كده أقول لك، لو كنت لسه جديد يا ريت تعرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك علشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان أنا مثبت في أول تعليق روابط قنواتنا الأخرى اللي حابب إن هو يشترك فيها، ويلا بقى اللايك التشجيعي اللي تعودنا عليه منكم، دوسوا لايك وما تكسلوش، وتعالوا كده نبدأ بالناحية الاجتماعية. أنت عندك تفاؤل كبير أوي الفترة اللي جاية دي يا برج العذراء في الناحية الاجتماعية، وكمان عندك خبر صار. مواليد برج العذراء عندهم خبر صار جميل جدا جدا في الفترة دي. يمكن مواليد برج العذراء الفترات السابقة كان عندهم نوع من حب التقوقع كده، أو يعني الانطواء على الذات. هيبدأوا يخرجوا بقى، هيبدأ البداية من هنا بقى في شهر نوفمبر، يبدأوا يتحرروا شوية من الحالة دي، ويبدأوا إن هم يخرجوا شوية من الانعزال ده. ومع ذلك يا برج العذراء أنت هتتخلى أو هتبعد بعض الأشخاص من حياتك الاجتماعية. في بعض الأشخاص أنت هتتخلى عنهم أو هتبعدهم عن حياتك بشكل مباشر أو غير مباشر. أنت هتشوف إنهم غير ملائمين وغير مناسبين وغير صالحين وغير صادقين معك، ده من وجهة نظرك، فبالتالي هتبدأ إن أنت تحاول إقصائهم من حياتك أو إبعادهم عن حياتك. تعالوا بقى ندخل على الناحية المهنية. مهنيا يا برج العذراء بالنسبة لحبايبنا اللي هم أصلا عندهم شغل اللي هم شغالين، أنت عندك كل التقلبات والحظوظ بتشير إن أنت عندك يعني السهم بتاعك طالع لقدام، طالع لفوق، طالع للأمام. إذا أنت عندك فرص كتيرة قوي نقدر نقول عليها فرص جيدة جدا، ممكن مشروع علاوة، مشروع مكافأة، مشروع ثناء، أيا كان ابدأ استغل. وقلنا وبنقول التوقعات عبارة عن حاجتين، إما نصائح أو تحذيرات، وفي كلا الحالتين أنت مستفيد، فابدأ استغل. أيضا بقى اللي هم بيدوروا عن شغل في الفترة دي وبيعملوا اللي عليهم، وأيضا اللي هم دارسين، نلخص كل الكلام وكل الحكاية ونقول لك حظوظكم جيدة جدا. إذا عندكم دعم من أفضل الفترات اللي فيها دعم في النقطة دي أو في الجانب ده. تعالوا بقى ندخل على الناحية المادية. يعني يمكن انا بحب دايما اركز على اللي يهمنا في التوقعات بشكل عام، وما بحبش اطول، وما بحبش ان انا اتكلم كلام ممكن يطول مدة الفيديو على الفاضي ويخليكم تملوا، فعلشان كده بندخل على المفيد واللي يهمك على طول. ماديا انت عندك دخل قوي قوي بمعنى الكلمة في الفترة دي يا برج العذراء، ولو انت عندك مشروع او فكرة جديدة ومتردد ان انت تنفذها او حتى سفر، فانت حظوظك عالية في الفترة دي. يعني ايه حظوظك عالية؟ يعني استغلها، يعني ابدأ اعمل اللي في دماغك، ابدأ نفذ وما تأجلش. تعالوا ندخل على الناحية العاطفية، يلا بينا. يمكن الناحية العاطفية هي اللي فيها تحذيرات كبيرة قوي لمواليد برج العذراء، وهي اللي فيها كلام كتير قوي بالنسبة للمرتبطين أو المتزوجين. أنا مش عايز أقول في مشاكل، ولكن عايز أقول لك خلي عندك نوع من الاحتواء شوية يا برج العذراء في الفترة دي. في تقلبات فلكية معاكسة شوية، في تقلبات فلكية سرعة. احنا هنا بنديك بقى التحذير اهوت، وقلنا في كلا الحالتين انت بتكون مستفيد، فخلي بالك شوية عشان تقدر ان انت يعني تمشي بالعلاقة لبر الامان في الفترة دي. اما بالنسبة للعازب، خلي بالك من الخداع، خلي بالك من الخداع، ما تصدقش اي حد، ولا سيما لو كان لسه بيعبر لك عن مشاعره في الفترة دي او دخيل عليك بيقرب منك بيقتحم حياتك، هو مخادع. خلينا نجيب من الاخر ونتكلم بصراحة، اوعى تنخدع فيه او اوعى تنخدع بيه. وطبعا احنا ما بنقصدش اللي هو موجود معاك، احنا بنقصد لو حد دخيل على حياتك بيتعرف عليك لسه، رجاء نفصل بين النقطة دي. مش قصدنا اللي هو معاك بقاله فترة وانت مقتنع بيه، قصدنا اللي هو لسه بيقرب منك في الفترة دي. بينما المنفصلين احنا قلنا يعني الناحية العاطفية فيها تحذيرات شوية، مش الانسب، يعني الوقت ده مش هيكون هو الانسب ليك لو انت بتفكر في رجوع. خلاص مش هنطول، احنا كده جبنا يعني المختصر المفيد وركزنا على اللي يهمنا في التوقع
التوقعات بتاعة الفترة دي. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا، اكتبوا لي بقى آراءكم ومشاركاتكم وعرفوني بنفسكم، واللي نسي خلينا نقول نسي إن هو يدعمنا بلايك، مش هيخسروا حاجة عشان نوصل الفيديو ده لأكبر قدر من الناس. هتوحشوا.